الثمن زايد اليوم شويه في سوقي وعلى حساب دابا على هذا الحبيس وعلى هذا شويه السوق ولا طال شويه الناس مثل الصايبه من تجيو ايوا هذا هو الحل هو دابا الناس شي كيقول لك حابسه ما بقاش بنادم يدخل للمدينه كاع مري البيم ولا دايخين يقول كيقولوا كل شيء المدينه حابسه ما بقاش يدخل حتى واحد حتى الشاري ما كيخرج حتى هو ما بقاش خارج للعربيه زايده شي 500 درهم 400 درهم زايده في الحولي اليوم خويا السوق طالع بزاف اليوم الحولي ديال 40 ديال 80 السوق طالع بزاف اليوم ما كاينش الشياط ما كاينش فين تاخذ الشاري قليل الشاري كاين قليل ولكن الثمن طالع شويه خويا اليوم انا ما فهمتش والو في السوق القرار اللي داروه البارح يقدر هو اللي يكون مطلع اليوم الثمن ديال السوق حاولي شريت عام ب 40000 داري لي اليوم 60000 اليوم طالع 50000 فرانك 10000 ريال طالع اليوم بزاف 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 بحال هذا راه مزيده في 24000 هذا هو قال لك هذا هو القرار الغلب ما داخلاش يلا الدرويشه وليدي ضاع الدرويش راه ضاع هنا في كازا ما بقى عدو والو اللي ما عدوش ما خدام وما ردام بحالي وما عدو لي تاما وعدو اسمو في غيجيب 74 و64 و4 وما ما ما عندكش ما تخيركش كون عا شي حاجه اللي تخيرك ما كايناش قال لك الحديد محبوس والمخزن ما خلاناش ندخلو وغلمنا احنا خليناه محبوسه وما دخلناهاش وهادي وهادي وكلنا كيقول بكلامه وليدي كلنا كيقول بكلامه تقريبا زيد فيهم الثمن اليوم زايده 14000 وتا 20000 في البهيمه اه وما كاينش المليح الثمن اخويا طالع اخويا الدرويش غيتشمحل محل بزاف الله يشمحل بزاف نظرك شنو هو السبب السبب اخويا منعوا الطريق منعوا بزاف ديال الحوايج حواله ما يدخلوش بزاف اخويا اش هدير هذه البلاد عاد ها حتى ما كاينش المليح اخويا كاينه الجراشل والثمن غالي اخويا يوميا انا في الرحبه ودمي يمشي خويا زايده شي 500 درهم والفوق اللي مزيود اليوم الثمن كاين طالعه اخويا والثمن اخويا كيتراوح من عند كساب لكساب وحنا يعني الشاري مضرور واللي كيبيع حتى هو مضرور حنا بالنسبه مضرورين من ناحيه ديال العلف ومن ناحيه ديال الصنك وداكشي يعني كنخلصوا واحد الاثمنه اللي طالعه بزاف وبالنسبه ديال هذه القضيه ديال ان الكاميوات ما خرجوش او لا الضرب اذا تسدات ولا شي حاجه ما كاينش اثمنه كاينين مناسبه يعني كاينه من 1300 درهم وانت طالع يعني ما كاينش زعما شي يعني زادت شي حاجه او لا طلعنا ولا شي حاجه راه ما كاينش هذه الهضره يعني اثمنه مناسبه في المتناول ديال كل شيء يعني الدرويش راه يعيد راه زايده تقريبا 400 500 درهم اللي زايده في الحوليه هذيك ديال الترونسبور هذوك هادو زايدين بنادم سيدور انا مسكين الله يحسن العون بنادم راه ما عندوش مقصح انا كنا باغيين نخرجوا شويه نمشي ولكن كيقول لك نفس الثمن مشينا لتيطم الليل نفس الثمن مشينا لنفس الثمن كاين الغلا المليح راه كاين 68 كاين كتسمع 68 70 72 هادشي اللي كاين مول مول الدرويش اللي غيدي 28 راه غيديها البطانه كذبوا على الله يديها البطانه وما جاو داروا هذا القرار ما يمكنش دار القرار بنادم كان باغي يمشي يشري من مدينه اخرى حنا كنا معاولين نمشي نشريو من السطاط ولا من البروج ولا منين نجيبوا حوالي رخيص شويه ناقص واحد 500 ولا 600 درهم ما كاينش حنا جايين من الصباح حنا تندورو كاين الغلا خويا حنا غاديين بيدينا خاويين ما كاين والو 28 شو قداش ب 28 ب 2000 بارك علينا ها هو والله العظيم تاع 2000 درهم كاسكيطه واجي عندي البيت مع 28 ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس